gas microwave transmission between two or more locations. هوائيات الهواء الميكرويف هو جهاز إرسال مادة يستخدم لبث إرسال الموجات الدقيقة في موقع أو أكثر. In addition to broadcasting, بالإضافة إلى عملية البث. Antenna are also used in radar. استخدم هذه الهوائيات في الرادار, الراديو أسترونومي, علم الفلك الراديوي, and electronic warfare والحرب الإلكترونية, and communication satellites. Microwave antenna properties, مجموعة من خصائص الهوائيات الموجات الدقيقة. أهم الخصائص تمتلك هذه الهوائيات: البولاريزيشن, الاستقطاب, الراديشن باترن, نظمة الإشعاع, الدايركتيفيتي الاتجاهية, الباور جين, الراديشن ريزيستانت, المقاومة العكسية, الباند ويدث عرض الحزمة والنطاق, الإفكتيف أبريتشر, الباور ترانسفير عملية نقل الطاقة وغيرها. الميكرويف أنتنا وورد عمل هوائيات الموجات الدقيقة. الميكرويف أنتنا أكت أز ترانسيشن ريجون بتوين فري سبيس أند وايدنج ستراكشر. يعمل هواء الميكرويف كمنطقة انتقالية بين الفضاء الحر والبنية التوجيهية. لايك ترانسميشن لاين إن أوردر تو كوميونيكيشن بتوين تو أور مور لوكيشن, مثل خط الإرسال من أجل التواصل بين موقعين أو أكثر. إن ميكرويف أنتنا هاي جين ويز فيري نورو بيم ويز إن ون أور مور بلين أور ريكوير. في هوائيات الموجات الدقيقة يلزم تحقيق مكاسب عالية مع عرض حزمة ضيقة للغاية. كان بي اتشايفد ويز أنتنا of reasonable size. يمكن تحقيق ذلك باستخدام هوائيات الحجم معقول. الميكرويف فريكوينسي باند عرض الحزمة أو النطاق اللي تعمل بها درجات هذه الهوائيات. هذه دراسة أقيمت سنة 2007 وأكو دراسة جديدة سنة 2015, لكن هذه الدراسة اختارت أن هي بشكل أوسع تضمن المسافة اللي يقطعها كل تردد, ونحن نجيها بالتفصيل. عندك السي باند, الاكس باند, الكيو, الكيو باند, الكي باند, الكي اي باند والبقية. السي باند يكون ترددها من 4 جيجا هرتز الى 8 جيجا هرتز, وتقطع مسافة 3.75 سنتيمتر بتردد 4 جيجا هرتز الى مسافة 7.5 سنتيمتر 6 جيجا هرتز. الاكس باند يكون ترددها من 8 جيجا هرتز الى 12 جيجا هرتز, تقطع مسافة 25 مليمتر بعشرة جيجا هرتز إلى مسافة 37.5 بتردد سنتيمتر بتردد 11 جيجا هرتز, وبقية بقية الترددات. The microwave antenna يستخدم هواء الموجات الدقيقة في one way television broadcasting اتجاه واحد كما في البث التلفزيوني, on two way telecommunication using communication satellite والاتصالات الزراعية الاتجاه باستخدام سترائية الاتصالات. Terrestrial Microwave Relay Link in Telecommunication Network ترحيل أو تأخير الموجات الصغيرة في شبكات الاتصالات. تضمن Backbone or Backhaul Carrier in Cellular Network Linking BTSBSC and BSCMSC, بما في ذلك شبكات المناقلات في الشبكات الخلوية تربط بين BTS والBSC والBSC والMSC. وكذلك يستخدم في الرادار, علم الفلك الراديوي, الكوميونيكيشن انتليجنس, استخبارات الاتصالات, والحرب الإلكترونية إلكترونيك وورفير. تايبس أوف مايكرويف أنتنا راح ندرس أنواع المايكرويف أنتنا, وراح ندرس كل نوع بشكل مفصل. مقدمة عن أنواعها: الميكرويف اندستريز LLC design and manufactured reflector antenna. LLC يقوم بالتصميم وصناعة هوائيات الأكسة and antenna feed system for a variety of microwave application. أنظمة تقنية الهواء المجموعة متنوعة من تطبيقات الموجات الدقيقة, مثل الكلودينج تليمناري, منظومة القياس عن بعد, الساتلايت تراكينج تتبع الأقمار الصناعية, الداتا لينك رابط البيانات, الرادار, الـ RSC, الـ Antest and Measurement Platform, منصات الاختبار والقياس, إضافة إلى كثير من الأنواع. الميكرويف سبيلايز إن كورسكان تتخصص الهوائيات الموجات الدقيقة في أنظمة التعقب, من مونوبولس تراكينج تتبع الأحادي, and الوايد باند فيد سيستم
داتا تراك عن سورفيلانس أنظمة التغذية أرضية النظام تبع تتبعات ومراقبة. راح نشرح كل نوع عمل أو خصائصه بالتفصيل. النوع الأول عندنا من أنواع الهوائيات الموجات الدقيقة ساتلايت أنتنا. المايكرويف ساتلايت أنتنا are parabolic reflectors designed to receive electronic signal from orbiting satellites. هوائيات القمر الصناعية هي عاكسات كافئة مصممة لاستقبال الإشارات الكهرومغناطيسية من الأقمار الصناعية المدارية. which transmits data transmission or broadcasting التي تقوم بعملية البث البيانات أو عملية البث بشكل عام. These custom designs are used in both fixed and mobile communical and military obligations. يتم استخدام هذه التصاميم النصبي ساتلايت أنتنا في كل التطبيقات التجارية والعسكرية الثابتة والمتنقلة. الفيسات أنتنا A smaller version of the satellite antenna نسخة أصغر من هواء القمر الصناعي اللي هو satellite antenna. These very small aperture terminal VSAT antenna are also a two-way satellite base station that utilize a parabolic reflector design that is less than 3 meter. هذه الهوائيات الطرفية تكون ذات فتحة صغيرة، واللي يتميز VSAT بأنه هو محطة قمر صناعي ثنائية الاتجاه تستخدم كتصميم عاكس مكافئ يكون أقل من 3 أمتار. Typical VSAT antenna range in size from 0.7 متر to 1.2 متر. VSAT microwave VSAT are also used in both fixed and mobile deployment that utilize phased array design and in mobile maritime communication. يتراوح حجم هوائيات VSAT antenna عادة من 0.7 متر إلى 1.2 متر. تكون محطات الترفيه ذات فتحة صغيرة جدا، وهذا ما يميز الفيسات أيضا في كل عمليات النشر الثابت والمتنقل. يستخدم في عمليات النشر الثابت والمتنقل، وكذلك في التصميمات المصفوفة المرحلية والاتصالات البحرية المتنقلة. الكون سكان في الفيز أنتنا. الميكرويف كونسكلي سكان فيد كون سكان أوتولايد سيركولار ويف جايد هورن ديزاين. تستخدم تغذية الميكرويف فيد أنتنا الكون سكان تصميم بوق دائري موجه تصميم موجة الموجه. This design allow for wide frequency band coverage in one field design that covered all and S band. يسمح هذا التصميم تغطية نطاق تردد واسع في تصميم تغذية واحد يغطي نطاقات واسعة من large and small نطاقات large and small. It reduces higher gain and reduces سايد لوبيز كاركترز. ينتج هذا النوع من الهواء مكاسب أعلى وتكون خصائصه منصبة. الميكرويف also had extensive experience in developing 20 GHz core scanning feed antenna application. يتمتع هذا النوع من الهوائيات بخبرة واسعة في تطبيقات الهواء التغذية 20 GHz. الايربورن انتنا الميكروويف innovative line of airborne antenna are integrated as communication and radio navigation system on verify of airborne platform. تم دمج هذه النوع من الهوائيات المحمولة جوا في أنظمة الاتصالات والملاحة الراديوية على مجموعة متنوعة من منصات المحمولة جوا. All microwave airborne antenna designs are for use in server environment for years of trouble-free operation and optimum efficiency. جميع أشكال هذا النوع من الهوائيات تستخدم في البيئات القاسية لسنوات من التشغيل الخالي من المشاكل والكفاءة المطلوبة. Ghost bus antenna. Ghost stationary operation environment satellite the Ghost Batch antenna model the MCR 0304 is a reduced size batch antenna for use with Ghost satellite. الهواء الرقائقي للساتلايت البيئي العمليات مطينا اسمه اللي هو MCR 0304 هو هواء رقائقي صغير الحجم يستخدم مع سواتل الجوز. The antenna is used
العلاقات التجارية. And our engineering to meet your point to multi-point base station requirement. تم تصميم تلبية متطلبات محطة القاعدة من نقطة إلى عدة نقاط مطلوبة. Available in verify of azimuth and elevation size to meet your site requirement. وتكون متوفرة مجموعة متنوعة من أحجام السمك والارتفاع لتلبية متطلبات موقعك. البيتش بانل انتنا الدايركشنال فلات بانل انتنا برودكت ار كونستركتد وذ ذا سيم ديمينينج سبيسيفيكيشن از ا مايكروويف جابريل بارابوليك انتنا. تم تصنيع منتجات هواء اللوحة المسطح الاتجاهية بنفس المواصفات المطلوبة في الهواء الهواء الميكروويف جبريل. ديز بانل انتنا فيوتشر بروفايل. تتميز هذه الهوائيات اللوحية بأنها تحتوي على ملف تعريف easy to install and elegant panel. تتميز الهوائيات اللوحية سهلة الترتيب والمحاضات future to amount configuration to switch many site amount requirement. تكون سهلة الترتيب والمحاضات بتكوينين للتركيب تتناسب العديد من التطبيق متطلبات تركيب الموقع. البارابوليك جريد انتنا الميكروويف مارك بارابوليك جريد ار ان ايديال سوليشن فور كاستمرز وذ تاور لود لودنج كونسيرت. شبكات الميكروويف مارك الميكروويف تكون مكافئة هي الحل المثالي للعملاء الذين يعانون من مخاوف تحميل البرج. This grid design are UKIT. تتميز تصميمات الشبكة الوعرة Lightweight except reduces wind load signature due to the element construction which is a perfect for guide towers and rooftop site. تتميز تصميمات الشبكة الوعرة وأيضا الوزن الخفيف توقيعا منخفضا لحمل الرياح بسبب بناء العنصر الذي يعتبر مثال للأبراج المشغولة ومواقع الأصلح. الميكروويف مارك جريد ار ذا باك بون تو ميني برودكاستنج اوبريشن از ستوديو تو ترانسميشن لاين اس تي ال انتن. شبكات هذا النوع من الميكروويف هي العمود الفقري للعديد من مشغلي البث مثل هوايات الاستوديو الى وسط الارسال اس تي ال. تايبكال نيتورك اوبريشن انكلودنج برودكاست بوبليك سيفتي utility baby line and cable operation. تشمل مشغلي شبكات النموذجية مشغلي البث والسلامة العامة خطوط العنابي والكيبلات. solid parabolic antenna. The microwave debris solid parabolic reflectors are constructed of aluminium high grade aluminium عكسات الميكروويف جابريل عكسات مكافأة صلبة من شبائك الألمنيوم عالية الجودة. These swarm reflectors are made to the strictest tolerance of optimum RF performance. تم تصنيع عكسات اللف هذه بأقصى درجات التحمل للحصول على أفضل أداء. These solid parabolic design are the backbone of cordless microwave hubs. هذه التصميمات تكون المكافأة تكون صلبة هي عمود فقري لعدد لا يحصى من موجات الميكرويف في جميع أنحاء العالم. High performance parabolic antenna. الميكرويف جبريل high performance antenna have a cylindrical shield line with RF absorber which significantly reducing the size and font باك راديشن. تكون هذه الهوائيات عالية الأداء لها غطاء اسطواني مبطن بامتصاص الأعراض مما يقلل بشكل كبير من الإشعاع الجانبي في الأمام والإشعاع الخلفي. The antenna design is the go-to solution for frequency
جيرتي ال سيرفر سيرفر انفايرمنت موديل كونفيجريشن ار ديزاين تو ميت يور اكستريم كليمت سايد ريكويرمنت. يتميز الهيكل الخلفي لهذا النوع من الهواء بتصميم منخفض المنطقة وسلامة هيكل متضافية. وتم تصميم تكوينات نموذج البيئة شديدة التلبية متطلبات موقع المناخ القاسي. تراكنج انتنا سيستم الموبايل او فيكس تراكنج انتنا سيستم كان بي يوزد الرادار ابليكيشن او تو مينتين داتا لين ويز موفينج اوبجكت سات از ساتلايت. يمكن استخدام هذا النوع من الهوائي للتتبع وتنقل او اهداف تصميم الرادار او للحفاظ على روابط البيانات. ايرغراف اور مسلسل مع الاسهام تحرك الاقمار الصناعيه او الطائرات او الصواريخ. الميكرويف ميكس بوث مونوبولز كومبريتر اند كونيكيال سكان انتنا ان فريكونسي اب تو 86 جيجا هرتز. يجعل هذا النوع من الهوائيات هوائيات قانا احاديه النقل والمشي المخروطي ضمن ترددات تصل حتى 180 جيجا هرتز. الميكرويف also offer mirage tracking system utilized two line element data which including antenna pedestal and controls. تقدم هذا النوع من الهوائيات أنظمة تتبع يومي باستخدام بيانات عنصرية تضمن الهوائي والقاعدة والعصر التحكم. الأومني دايركشنال أومني دايركشنال أنتنا الميكرويف أومني دايركشنال أنتنا radiated and received energy equally in all horizontal directions. يشع الهوائي متعدد الاتجاهات ويستقبل الطاقة بالتساوي في جميع الاتجاهات الأفقية. Only directional antenna are the desired solution for application requirements. Good all around coverage. الهوائيات شاملة الاتجاهات هي الحل المطلوب والأمثل تطبيقات للتنظيم تغطية شاملة جيدة. These designs are available in wide array of frequency bands. تتوفر هذه التصميمات في مجموعة واسعة من نطاقات التردد والمكاسب. Contact in the